الفوبيا. أصل كلمة فوبيا من اللغة اليونانية فوبوس، أي الخوف الشديد أو الرعب، وهو خوف غير عقلاني في شدته أو ماهيته، الخوف من شيء من غير المحتمل أصلاً أن يسبب أي ضرر. يدرك مريض الفوبيا هذا تماماً، وبأن الخوف الذي يصيبه غير منطقي، لكنه لا يستطيع التخلص منه بمفرده، ويرتبط هذا الخوف بجسم بفعالية أو حالة معينة، فيصاب المريض بحالة من الهلع فقط بمجرد التفكير بمسببات الخوف والتي تتفاقم عند التعرض المباشر لتلك المسببات. متى يعتبر الفوبيا اضطرابا نفسيا؟ عندما يكون الخوف أو محاولات تجنب التعرض لعامل الخوف يسبب هذا التشويش الكبير والتوتر وحالة الهلع التي ترافق المريض في حياته اليومية وفي أدائه الوظيفي والاجتماعي. إذن في هذه الحالة تعتبر الفوبيا اضطرابا نفسيا. وتتميز الفوبيا عن اضطرابات القلق العامة بأنها عادة ما ترتبط بشيء محدد ومستمر معا. تبدأ الاضطرابات الرهابية في الغالب في أواخر سن المراهقة أو في أوائل العشرينات. كيف تبدأ الفوبيا عند الإنسان؟ تكون عادة البداية مفاجئة، وتظهر كنوبة من الهلع بسبب وجود العامل الذي سيصبح منذ التعرض الأول فصاعدا سبب الفوبيا، إذ يتم تخزين هذا الموقف في الذاكرة، مما يجعل الشخص يعاني من نفس ردة الفعل عند التفكير أو مواجهة هذا المسبب للخوف. لذلك تعتبر الفوبيا مرتبطة بمسببات محددة ومستمرة. كيف يتم هذا في جسم الإنسان؟ بمجرد التفكير، بما أنه العامل المسبب للخوف تم تخزينه في الذاكرة، مجرد التفكير أو حتى التعرض المباشر سيتم إفراز هرمونات اللوزة الدماغية، واللوزة الدماغية هي المسؤولة عن تحديد المحفزات التي يمكن أن تهدد الكائن الحي، وتقع داخل الفص الصدغي من المخ خلف الغدة الدرقية في الدماغ. وبالتالي عندما يتم تحفيز هرمونات اللوزة الدماغية، فإن هذه الهرمونات تنبه نظام الغدد الصماء، بالتالي يستجيب الجهاز العصبي الذاتي والمسارات الحسية الحركية المرتبطة بالعواطف، مما يجعل الجسم والعقل في حالة تأهب شديد وتوتر. هنالك دراسة أمريكية من قبل المعهد الوطني للصحة العقلية أظهرت بأنه ما بين حوالي 8% إلى 18% من الأمريكيين يعانون من الرهاب في السنة الواحدة، مما يجعله المرض الأكثر شيوعاً بين النساء في جميع الفئات العمرية، وثاني أكثر الأمراض شيوعاً بين الرجال الذين أعمارهم أكبر من 25 سنة. كما وجد بأن الإناث لديهن أكبر عدد من الحالات في السنة من الذكور، تقريباً الضعف، 26% للإناث و 12% للذكور. وتقريبا 4% إلى 10% من جميع الأطفال يعانون من الرهاب لفترة محددة في حياتهم. أعراض الفوبيا: نوبة الهلع التي تتميز بما يلي: تسارع نبض القلب، ضيق تنفس، اضطرابات معدة، ارتفاع ضغط الدم، ألام وضيق في الصدر، سرعة الكلام أو عدم القدرة على الكلام، جفاف في الفم، غثيان، رجفان في الجسم، إحساس بالاختناق وتعرق. وكلما كانت حالة الهلع قوية، كلما كانت الأعراض جميعها مجتمعة. ويرافق نوبة الهلع ما يلي: أفكار قهرية من اسمها، أي أفكار عن الهلاك الوشيك، وتسبب صعوبة التفكير بأي أمر آخر غير الخوف، وتؤدي إلى قلق مسبق ومتواصل، ورغبة شديدة في الهروب من مواجهة سبب الخوف. أنواع الفوبيا: أولاً، فوبيا الأماكن المفتوحة أو الخلاء، يشكل هذا النوع 60% من اضطرابات الرهاب، وهو الخوف من أماكن أو مواقف لا يمكن الهروب منها بالنسبة للمريض، فيصاب المريض بنوبات هلع عند مغادرة المنزل أو المناطق الصغيرة المعتاد عليها. ومسببات الخوف عادة تكون محددة، مثل الخوف من الحافلات أو الاكتظاظ السكاني أو التلوث، بالتالي فعليا ينعزل المريض داخل حدود المنزل. ثانيا، فوبيا اجتماعية، أي الخوف المتعلق بالمواقف الاجتماعية أو الخوف من أفراد في المجتمع، مثل خوف أن يسبب المريض لنفسه العار بأن يظهر غريا، فيتجنب المواقف أو الأشخاص من خلال عزلة مستمرة، حتى أنه ينقطع عن الرد على الهاتف أو الأكل أمام الآخرين. ثالثا، فوبيا بسيطة، وهي خوف من مسببات هلع مختلفة، صنفها الأطباء إلى 5 أنواع رئيسية: فوبيا الحيوان، مثل الخوف من الأفاعي، الكلاب، القطط، الفئران وغيرها، فوبيا طبيعة البيئة، مثل الخوف من المرتفعات، الرعد، البرق، التقدم في السن،
فوبيا طبيعة ظروف مثل الخوف من الأماكن المقفلة، الظلام، الاقتراب من البحر، فوبيا الدم، الحقن، الإصابات. أنواع فوبيا كثيرة، بحيث يتم وضع كلمة فوبيا قبل كل مسبب لهذه الفوبيا مثل فوبيا الأسنان، التقيؤ، الرجال، النساء، فوبيا العناكب وغيرها. ما هي أسباب الفوبيا؟ أولاً، عوامل وراثية وبيئية معاً. فالأطفال الذين لديهم أقرباء يعانون من اضطرابات القلق هم معرضون لخطر الإصابة بالفوبيا. ثانياً، التعرض لإصابة شديدة في الدماغ، فقد يصاب نسبة عالية من الأشخاص بعد تلك الحوادث في الفوبيا. ثالثاً، التعرض لوضع صعب أو حدث في الماضي لنفس الشخص أو لأحد أقربائه، أو حتى مجرد تلقي المعلومات عن هذا الاضطراب أو هذه الفوبيا. ما هو علاج الفوبيا؟ الفوبيا قابلة للعلاج بشكل كبير بسبب معرفة المصابين بحالة الاضطراب لديهم، وهذا يساعد كثيرا أثناء التشخيص. ففي بعض الحالات يتجنب المريض مصدر الخوف بشكل خاضع لسيطرة المريض، أي بدون ظهور حالة الهلع، وهذه الحالات لا تستدعي العلاج. أما حالات الهلع الشديد فإنها تستدعي تدخل العلاج الدوائي أو السلوكي أو كليهما معا. العلاج الدوائي بالأدوية، الأدوية الخاصة لعلاج القلق، مضادات الاكتئاب والمهدئات. العلاج السلوكي يقسم إلى قسمين: العلاج بالتعرض، إزالة التحسس، أي تعريض الشخص لمصدر الخوف في بيئة مراقبة لتقييم ردة الفعل عبر سلسلة من الخطوات المتصاعدة تساعد هذا المريض على التخلص من مسبب الخوف رويدا رويدا. راح أطرح مثال فوبيا الطيران. بالتالي من خلال التشخيص يتم عرض أفكار عن الطيران لهذا الشخص. ثانيا، إلقاء النظر على صور طائرات. ثالثا، الذهاب إلى المطار. رابعا، الجلوس في مقصورة الطائرة. خامسا، الركوب في الطائرة. بالتالي كل هذه المواقف تدريجيا تساعد مريض الفوبيا بالتخلص من سبب الخوف من الطيران. العلاج السلوكي المعرفي يكون بمتابعة كل حالة بمفردها من خلال الأخصائي النفسي، من خلال وضع الشخص في واقع افتراضي لمصدر الخوف من خلال الأفكار، ومساعدة المريض للوصول لقدرة التحكم بمشاعره وأفكاره. حبيت أضيف معلومات عن الخوف لأن الفوبيا متعلقة بالخوف، من كتاب الشفاء والعلاج. الخوف ليس مجرد فكرة بل مستوى من الوعي، إذ ينبغي عدم محاولة معالجته على المستوى الخاص للشخص، وإنما بوصفه مستوى من مستويات الوعي، ويكون هذا عبر كوننا متنبهين لحقيقة من نكون، بأننا أكثر وأكبر من هذا الخوف الذي سيصبح حينها شيئا صغيرا يجري داخل سياق أعظم نكون فيه مدركين لأنفسنا ولحقيقتنا. فوفقا لخارطة الوعي، فالخوف موجود عند مستوى وعي 100، مما يشير إلى أنه عاطفة سلبية، فالعواطف الإيجابية تبدأ من مستوى وعي 200. طبعا ما رح أقدر أحكي زيادة عن هذا الموضوع، وإنما كثير حلو بنصحكم بقراءة الكتاب. إن أحد المعوقات الكبيرة لمعالجة الخوف والتخلي عنه هو الخوف من الخوف نفسه، فعندما نكف عن الخوف من الخوف يصبح الأمر بسيطا للغاية. وعندما نبدأ في النظر إلى طبيعة الخوف نستطيع أن نرى أن أنواع الخوف التي لا تنتهي، لذلك يصبح الناس ضحايا كون مصدر الخوف خارجا عن أنفسهم. إذن أول مصدر للخوف باعتبار أنه هذا المصدر هو خارج عن أنفسهم، وأصحاب الفوبيا أصلا بطبيعة الحال يكونون متأكدين من أنهم يرون الخوف هناك في الخارج، لأنهم قاموا للتوبة بإسقاطه هناك في الخارج. ففي حقل طاقة الخوف دائما يتم الربط بين كوننا خائفين وبين أي شيء في حياتنا. مثلا، نحب أمهاتنا ونخاف من فقدانهم، نحب أجسادنا ونخاف من المرض أو الموت وغيرها الكثير. وعندما يعي الإنسان بأن أصلا ما يتم ربطه وما يخشاه هو أمر غير موجود بالأصل، سيتعلم التخلص من الخوف نفسه ليعتبره جزءا بسيطا في حياته الشخصية. فالعالم بالحقيقة لا يستطيع تحديدنا إلا من خلال الخوف. وكذلك يتم التخلص من الخوف تدريجيا عندما يبدأ الإنسان في الاعتراف في الحقيقة، وهي أنا مصدر خوفي. فنحن نعلم أن ما يبدو مخيفا في حالة مزاجية معينة
قد يبدو لنا غير مخيف وأحيانا مضحك في حالات أخرى أو مع أشخاص معينين. ويكون الإفراج الأساسي عن الخوف من خلال الاستسلام في العمق، بحيث تبقى هذه الأحاسيس والتجربة الداخلية موجودة مع السماح بأن تكون حاضرة من دون مقاومتها. حينها يبدأ الخوف في التلاشي، لأننا لم نعد نعير اهتماما للأفكار، فالأفكار في حد ذاتها تقوم بتوليد المزيد من الخوف. في حياتنا المسيحية بشكل عام نتنشأ منذ طفولتنا بأن الله أب لنا، وبأنه يرعانا ويحمينا ويرافقنا بعنايته الإلهية. ولهذا من وجهة نظري دور كبير، سواء بنشأتنا داخل أسرنا أو مدارسنا أو كنيستنا، بإعطاء النفس طمأنينة وسلام داخلي يفوق اضطرابات ومخاوف أرضية كثيرة. وبأن الثقة بمحبة الله ورحمته والتعود على قراءة وتأمل كلمته في الكتاب المقدس وعيش الأسرار وغيرها من ممارسات تقوية مع جماعة المؤمنين في قلب الكنيسة، فإن كل هذه الأمور تظلل النفس وتقويها بروح الله القدوس وتعزياته الروحية. لهذا فإن المحبة تلغي الخوف، كما يقول القديس بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس: لم يعطنا الله روح الخوف بل روح المحبة والقوة والفطنة. فالإنسان اللي بيعيش في الخوف يكون في حالة من الهروب، بالتالي لا يمكنه عيش المحبة في اللحظة. لذلك عيش المحبة بأمور بسيطة في لحظات حياتنا تلغي الخوف. مثلا عندما نخاف على أسرنا نزيل هذا الخوف بدل الاضطراب والتمسك بالخوف، نبدأ بأعمال محبة بسيطة في أسرنا، وكذلك في كثير من الأمور. اختبرت في حياتي بأن الخوف يقيد الإنسان ويجعله في حالة من الهروب وضياع للمتعة وفرح الحياة مع الآخرين. أما المحبة تجعلك حاضر في اللحظة وتوسع أفق التفكير لرؤية واحتضان حاجات الإخوة. ومن وجهة نظري في الحياة المكرسة، فإن النفوس التي تواجه فوبيا معينة خارج إطار الاضطرابات النفسية ولديها رغبة ودعوة للتكرس، فلا يوجد مانع من التزامها الرهباني. وربما يوجد العديد من تلك النفوس في الحياة المكرسة. أما في حالة الاضطرابات النفسية فإن أعراضها وطريقة عيش الأفراد المصابين بها أعتقد أنها ستؤثر سلبا على أنفسهم وعلاقاتهم ورسالتهم في خدمة الكنيسة. لذلك من المهم متابعتهم قبل التكرس للتأكد من شفائهم. هل ممكن أن تنشأ مخاوف معينة عند المكرسين؟ نعم، قد تنشأ مخاوف تخص الأهل بسبب بعدنا عنهم أحيانا أو من توقعات الشرور التي قد تصيبهم، فيمتزج الخوف مع رغبتنا القوية في نموهم الروحي. قد تنشأ مخاوف من طبيعة الحياة الجماعية أو من العيش مع أفراد معينين في الجماعة بسبب خبرة سابقة أو من تناقل الكلام عنهم. قد تنشأ مخاوف من الخطيئة وعبوديتها التي قد تقيد الرغبة في التقدم الروحي وقدرة التغيير لهذا الإنسان الجديد الذي يتجدد يوما بعد يوم. قد تنشأ مخاوف من حالات الفتور أو الظلمة الروحية أو حتى عند الشعور بها، فتسبب اضطرابا نفسيا لدى المكرس مما يجعله يتأخر في الخروج منها قويا، أو قد ترافقه طيلة حياته لتظهر بسلوكياته أو تعليقاته على إخوته المكرسين والاستهانة بمواهبهم الروحية. هل المخاوف مرتبطة بسبب خوف رئيسي يشملها جميعا؟ نعم، إن كل المخاوف مرتبطة بعمقها في الخوف من الموت، فهنيئا للنفوس التي تجد وتضع رجاءها في الحياة الأبدية وبعناية الله وقدرته التي تخرج من الظلمة نورا ومن الشر خيرا. هنيئا للنفوس التي تدرك أن رسالتها تنطلق وتتقوى من صلب مخاوفها، لأنها فهمت ما يخفي الخوف وراءه وسمحت لرحيل تلك المخاوف لتثبت إيمانها بعمل الله من خلالها وتمجد اسمه القدوس برسالتها الخلاصية. أذكر مثالا على ذلك في سفر الخروج الفصل الثالث، دعوة الله للنبي موسى لتخليص شعبه من عبودية فرعون في مصر، وما قدمه موسى من اعتذارات نابعة عن مخاوفه من مواجهة فرعون أو مخاوف من عدم تصديق الشعب بأن الله قد كلمه وبأنه ثقيل الفم واللسان. لكن الله أزال كل تلك المخاوف بالمعجزات التي منحه أن يصنعها باسمه القدوس، وبأن الله نفسه منحه قوة الكلام. ومن خلال طاعة موسى لله عبر الشعب من العبودية إلى الحرية،
ونحن كذلك في مسيرتنا الروحية؟ من خلال انتصارات على مخاوف عديدة وطاعة لكلام الله، فإن ذلك سيقودنا لنشر رسالة الخلاص الموكلة إلينا. أذكر كذلك القديسة ماري ألفونسين عندما طلبت منها أمنا مريم العذراء تأسيس رهبانيتنا الوردية، عبرت القديسة ماري ألفونسين عن خوفها وشدة حيائها بطلبها من مريم العذراء مرشدا روحيا يساندها. فرأت أثناء صلاتها الأب يوسف طنوس من كهنة البطركية اللاتينية وعلى رأسه إكليل مرصع بالنجوم، وسمعت صوتا داخليا يقول بأنه المرشد الروحي الذي اختارته السماء. فما أجمل أن تقودنا مخاوفنا لتكثيف صلواتنا وثقتنا بقيادة السماء لنا وتوجيهنا في رسالتنا الموكلة لنا. آمين.